شكرا لك بدر. وفي أخبار الظاهرة أيضا، رفضت محكمة إسبانية طلبا للادعاء بالتوقيف الاحترازي لزعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كان غالي قد مثل أمام محكمة في مدريد عبر الاتصال المرئي، حيث استمع إليه قاض في تهم تعود إلى عامي 2002 و2007 تتعلق بجرائم اغتصاب وتعذيب. من جانبه دفع زعيم البوليزاريو ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. في توتر جديد يضاف إلى السجال القائم بينها وبين إسبانيا، المملكة المغربية تصدر بيانا شديد اللهجة تتهم فيه مدريد بتقويض الثقة بينهما، معتبرة أن أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين هي مواقف إسبانيا العدائية واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية وتواطؤها من أجل المساس بالوحدة الترابية للمغرب. بيان الرباط جاء عشية مثول زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي أمام القضاء للاستماع إليه في قضايا تعذيب، بعدما أثار دخوله إسبانيا للعلاج من كورونا أزمة كبيرة بين البلدين. اتهمت على إثرها المغرب مدريد بالتستر على غالي الذي دخل بهوية مزورة حسبها. الرد الإسباني سرعان ما جاء على لسان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي رفض البيان، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين يجب أن يسودها الاحترام والثقة، مضيفا أنه ليس من المقبول أن تأمر حكومة بمهاجمة الحدود وتفتحها أمام الآلاف بسبب خلافات على صعيد السياسة الخارجية. ما قاله وزير الخارجية المغربي إنه استخدم الهجرة أي الاعتداء على الحدود الإسبانية من قبل أكثر من 10,000 مغربي يبدو غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لي، لذلك أرفض هذا البيان. التطورات الأخيرة تعيد كشف الوجه الخفي للعلاقات التاريخية بين المملكتين، والتي طالما كان ملف الصحراء الغربية وملفات أخرى محور الخلاف فيها، فإسبانيا تؤكد في كل مرة التزامها بالحل السياسي ضمن قرارات الأمم المتحدة، بينما ترى الرباط أن الصحراء جزء لا يتجزأ منها. للمزيد ينضم إلينا من مدريد مراسلنا معاذ حامد، وأيضا من الرباط أنس رضوان. مرحبا بكم، ونبدأ معك معاذ، نتابع معك مجريات هذه الجلسة وكيف تتفاعل أيضا سياسيا على علاقة بالتوتر المتصاعد الآن بين مدريد والرباط. نعم، في الحقيقة تحاول إسبانيا سريعا التخلص من هذه الأزمة عن طريق جلب غالي إلى هذه المحكمة التي قالت بأن التي رفضت الإجراءات الاحترازية ومن ضمنها أيضا سحب جواز السفر الخاص بغالي. كما نعلم فإن غالي وصل إلى هنا بجواز سفر مزور أصدر من قبل السلطات الجزائرية كما تقول المغرب، رفضت القضاء هنا سحب هذا الجواز إضافة إلى احتجازه، ولكن تم الطلب من غالي الإبقاء على عنوان متواجد له إضافة إلى رقم هاتف للاتصال به في حال كان هنالك مزيد من الإجراءات في المستقبل، وهو ما يعني ضمنيا أن غالي باستطاعته مغادرة البلاد. أيضا هنالك تصريح قبل قليل من الناطقة باسم الحكومة الإسبانية قالت فيها أنها تتوقع أن يغادر غالي فور تحسن صحته إسبانيا. إذا نحن نتحدث هنا إسبانيا تحاول نوعا ما حل حالة الأزمة التي وقعت، والغضب المغربي الكبير في جعل الحدود مفتوحة أمام المهاجرين والذين تدفقوا بالآلاف، وصل تقريبا العدد إلى أكثر من 10,000 مهاجر دخل إلى مدينة سبتة. نعم إليك. نعم أنس في الرباط، ما هو الموقف المغربي أيضا من هذه المحاكمة، وكيف تنظر الرباط أيضا لهذه الاتهامات الإسبانية باستخدام ورقة الهجرة كورقة ضغط في هذه الأزمة المتفاعلة والمتصاعدة أيضا بين البلدين؟ نعم، الرباط ترى أن مسألة الهجرة ليست هي السبب الرئيسي في أزمتها مع الرباط،
التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والتي عممت على وسائل الإعلام، تحدث فيها بشكل واضح عن أن الأمر يتعلق بطعنة من الظهر أو بخيانة من جار هو إسبانيا، وتواطؤه بحسب تعبير بيان الخارجية مع جهات للمس بالمصالح العليا وبالقضايا المحورية للمملكة المغربية. وهنا يتحدث عن قضية الصحراء في إشارة لمواقف إسبانيا، وخاصة عملية استقبالها قبل شهر لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، سواء بحسب الرباط بهوية مزورة أو بجواز دبلوماسي مزور. والأكثر من ذلك، الرباط عبرت عن أسفها لعدم إخبار مدريد لها بهذا الأمر. فيما يتعلق بمسألة يعني متابعة إبراهيم غالي أمام القضاء، فالرباط يعني عبر سفيرتها لدى مدريد أكدت في أكثر من مرة، وللإشارة فسفيرة الرباط لدى مدريد عادت منذ مدة تم استدعاؤها، وهو في أشبه ما يكون سحب للسفيرة، لأنه إلى حدود الساعة لم تعد إلى مدريد، وتربط عودتها بحل الأزمة من أصلها يعني، وعدم الاكتفاء بحلول يعني ترقيعية أو حلول يعني عابرة. نعود إلى موضوع المحاكمة. فالرباط تعتبر أن هذا الشخص ارتكب مجموعة من الجرائم تتعلق بالإرهاب، تتعلق بالاغتصاب، نعم، وإبادة جماعية، والضلوع في عملية اغتيالات وتعذيب وغيرها، وتعتبر أن هذا فقط جزء من المشكلة، والمشكلة أكبر بكثير من مسألة هجرة أو مسألة الأحداث الأخيرة التي وقعت بمدينة سبتة والفنيدق، أو مسألة محاكمة غالي ودخوله في وثائق مزورة بحسب الرباط. تعتبر أن المسألة هي مسألة أزمة ثقة تم كسرها بين شريكين. شكرا لك أنس رضوان من الرباط، وأيضا معاذ حامد من مدريد.